السلام عليكم اخوتي الاعزاء ومرحبا بكم في قناتكم اوريز نيوز. اذا كنت اول مره كتشوف الفيديوهات ديالنا ما تنساوش ديروا لايك. الناس اللي مازال ما مشتركين في القناه يشتركوا باش دائما الا حتى شي فيديو يوصلكم انتما الاولين. اذا الجوله الاخيره من البطوله الاحترافيه ان ويك كتنتهي. المباراه الاخيره للرجاء الرياضي مع الدفاع الحسني الجديدي كتنتهي فوز الرجاء بثلاثه الاهداف لجوج. الدفاع الحسني الجديدي اللي كيغادر البطوله الاحترافيه انوي القسم الوطني الثاني. الرجاء ورغم الفوز ديالو كيتسنى التعثر ديال اولمبيك اسفي باش يضمن ليه البقاء او يضمن ليه المشاركه في كاس الكونفدراليه، الا ان اسفي كان له راي اخر وفاز خارج الديار على شباب السوالم الرياضي بثلاثه لصفر. بعد النتيجه هذه كان واحد الوقيته اولمبيك اسفي خسر مع الوداد الرياضي البيضاوي في المقابله ما قبل الاخيره، لكن الرجاء تعادل مع وجده. لو ان الرجاء فاز في مقابله وجده وفاز في هذه المقابله هذه كان الرجاء غادي يشارك في البطوله، كان الرجاء غادي يشارك في كاس الكونفدراليه العام المقبل، لكن باحتلاله المركز الخامس كيضمن ليه فقط المشاركه في دوري ابطال العرب. الرجاء اللي خصو يقد العديد من المشاكل ديالو الاداريه ويدير انتدابات وازنه اللي كتليق بفريق الرجاء البيضاوي باش ينافس على البطوله دائما والتشامبيونز ليغ وكذلك في الكونفدراليه على الاقل. لكن في هذا العام مشاكل بالجمله، تغيير المدربين، تغيير الرئيس، عوده بودريقه حاليا قيادة الرجاء الرياضي. اذا اخوان كان هذا الفيديو ديال اليوم اولا عرض لك وحظ سعيد الوداد البيضاوي اللي فقد البطوله في اخر لحظات، والجيش الملكي اللي كان كيستحقها ونفس عليها منذ بدايه البطوله الى اخر دوره من البطوله الاحترافيه. اذا نتمنى حظ اوفر لجميع الفرق المغربيه. نتلقاو في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.